خناقات اللي بتبقى على السوشيال ميديا، مثلا خناقة ما بين عمر كمال وحمو بيكا وكده، دي بتبقى سيناريو رئيس واخراجك ولا بتبقى ايه؟ لانك انت تملي بتهرب يعني، ما فيش اسمك ما بيتذكرش خالص. لا ما انا بحس ان حمو بيكا ده الوسطاني. لا انا ما بتذكرش عشان انا ما بحبش المشاكل. حتى لو هم مثلا في مشكله معاهم او حاجه، فانا ما بطلعش مثلا ارد وكده. بس الحمد لله دلوقتي احنا اخوات وحبايب، مفيش اي مشاكل. طبعا يا ريس، لا ربنا يديم المحبه يعني. دي بتبقى حقيقي ولا عشان لزوم الترندات؟ لا 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 بتبقى حقيقي. بتبقى حقيقي. بتبقى حقيقي. شاكوش دي جت منين؟ شاكوش دي انا كنت لعيب كوره اصلا. ما انا عارف اللي انت كنت. لا ده احنا هنجري الكوره. احنا هنجري الكوره يا ريس. شاكوش دي جت من انا كنت بلعب سيرد باك. وكنت واقف ورا، كنت مدافع رخم شويه يعني، شويتين ثلاثه. تلعب فين؟ في الاسماعيلي. كنت لعبت اسماعيلي واتصالات وداخليه ورحت سمنود. نفسك كنت تكمل في الكوره ولا انت كده 100 100؟ طالما ربنا رزقني بطريق تاني وكرمني منه خلاص، ما اقولش نفسي بقى خلاص. انا الحمد لله لما اكمل في طريقي وفي شغلي دوت اللي ربنا كتبه لي، لان حلو. انا تعبت كتير جدا في الكوره، ومر علي ايام يعني ما كانش معايا فلوس ان انا اسافر مثلا اسماعيليه او الحتت دي.